بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 96 بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله مستمعة من السودان. أختنا تسأل بطريقته الخاصة عن حكم قطع ذوي الأرحام الذين لا يأتي منهم إلا الشر، وهم يتلبسون بصفات سيئة وحاولت إصلاحهم فلم تستطع. ما هو توجيه الشيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن لذوي الأرحام حقا أوجبه الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فالأرحام لهم حق يعني يصلهم ويحسن إليهم، ومن الإحسان إليهم ومن صلتهم بل من أعظم ذلك نصيحتهم إذا رأى عليهم ما لا يليق بدينهم أو بأخلاقهم، فمن حقهم عليه مناصحتهم، وهم أولى الناس بنصيحته. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهم أقرب الناس إليه وأحقهم بنصيحته إذا رأى عليهم ما يخل بدينهم أو بشرفهم وأخلاقه. فإن رأى منهم قبولا الحمد لله، ويكون قد نفعهم وأحسن إليهم، وإن لم يجد منهم قبولا فقد أبرأ ذمته وأقام الحجة عليهم وأدى ما يجب عليه، هو لا يملك هدايتهم. قال تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا كان في مخالطتهم والجلوس معهم مضرة على دين الشخص يخشى أن يؤثروا عليه، فإنه يتجنبهم حفاظا على دينه ويقاطعهم بقدر الحاجة ويواصل النصيحة لهم، ولا ييأس من هدايتهم، لعل الله أن يهديهم، أو لعل هجره لهم أن يؤثر عليهم فيتوبوا إلى الله عز وجل. فإن الهجر إذا كان من ورائه مصلحة، الهجر في الدين إذا كان من ورائه مصلحة بأن يؤثر على المهجور فإنه مشروع، أما إذا كان لا يؤثر على المهجور بل ربما يزيده شرا فإنه لا يهجر، لكن تواصل معه النصيحة والموعظة لعل الله أن يهديه وتبرأ ذمة الناصح بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا عن حكم الخلوة بزوج الأخت في السفر وعن مصافحته، وترجو من فضيلتكم التوجيه وبيان الأدلة في هذا الباب، لأنها تلاحظ تساهلا كبيرا في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. زوج الأخت أجنبي من أختي زوجتي، حرام عليها مصافحته وحرام عليها الخلوة به، لأنه أجنبي كغيره من الرجال الذين ليسوا من محارمها، وكونه زوجا لأختها لا يخرجه عن كونه أجنبيا وغير محرم، يحرم عليها الخلوة معه، تحرم عليها مصافحته، يحرم عليها السفر معه بدون محرم، لأنه أجنبي بكل معاني الكلمة. هذه المسألة مما يجهله كثير من الناس، لأن عادتهم جرت على أن زوج الأخت يكون محرما لأختها، وهذا غلط واضح، فيرون التساهل في هذا، وأنها تكشف وجهها عنده، وأنها تصافحه يسلم عليها كما يسلم على محارمه بالمصافحة أو بالتقبيل، كل هذا حرام ولا يجوز، وفيه فتنة وفيه شر. إنما الذي يكون من محارمها زوج أمها أو زوج بنتها
زوجها فقط، زوج أمها أو زوج بنتها أو أبو زوجها، هؤلاء الأصهار يكونون محارم لها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من اليمن يقول عبد القادر سالم يسأل ويقول: عندي زوجة لا تطيعني في كل الأمور، حتى أمور الصلاة وحتى أمور بقية أركان الدين، ودائما يحصل بيننا سوء تفاهم، والآن إذا عزمت الطلاق فهل يجوز أن أخذ منها ما أعطيتها مثل الذهب وغيره، علما بأن زواجنا لم يمضي عليه سوى 10 أشهر من حين كتب الرسالة والآن هي حامل، ويرجو من فضيلتكم التوجيه شيخ صالح جزاكم الله خيرا. أما مناصحتها والإنكار عليها فهذا أمر واجب عليك، فإن امتثلت وتابت إلى الله عز وجل فالحمد لله وهي زوجته، وإذا لم تمتثل ولم تقبل النصيحة وأنت ترى عليها نقصا في دينها فإنه لا يجوز لك البقاء معها، بل عليك أن تلتمس زوجة صالحة. قال صلى الله عليه وسلم: أظهر بذات الدين تربت يداك. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولأنها تكون في بيتك وتتولى أمورك وأنت تأتمنها على عرضها وعلى أمانتك وتربي أولادك، لابد أن تكون مؤهلة لذلك دينيا وخلقيا. قال الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فإذا لم تجد فيها النصيحة ولا التقويم فالواجب مفارقتها وطلاقها. أما قضية المال وما تأخذ منها هذا مرده إلى المحكمة الشرعية، إذا اختلفتم في ذلك فالمرد إلى المحكمة الشرعية، ولكن ما دام أنك دخلت بها وخلوت بها قد تقرر لها المهر وملكته وليس لك فيه استرجاع إلا إذا رضيت هي بذلك ووافقت على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أذن المؤذن فهل للتاجر أن يبقى في متجره حتى يسمع الإقامة ثم ينصرف إلى المسجد، أم تنصحونه بالانصراف من حين الأذان جزاكم الله خيرا؟ ننصحه بالانصراف من حين الأذان ولا يبقى في متجره إلى إقامة الصلاة إلى الإقامة، لأن هذا مدعاة للتأخر وربما تفوته الصلاة وربما يجره ذلك ولو على المدى البعيد إلى التأخر عن صلاة الجماعة. وأيضا يقتدي به الناس إذا رأوه جالسا بعد الأذان في متجره، هذا فيه مفاسد كثيرة. الواجب عليه إذا أذن المؤذن أن يبادر إلى الصلاة وأن يذهب إلى المسجد، وفي تبكيره إلى المسجد وجلوسه في المسجد أجور كثيرة أحسن وأفود وأعظم مما يحصل عليه من تجارة الدنيا، لأن تجارة الآخرة هي التجارة الرابحة. فإذا كان إنما يجلس في متجره من أجل طمع الدنيا فإن الله سيعوضه من خير الدنيا والآخرة أكثر مما يتأمل. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان السلف الصالح يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا المؤذن وفي يد أحدهم الميزان خفض وأقبل على الصلاة. هكذا كان السلف الصالح لعلمهم بثواب الله سبحانه وتعالى وعلمهم بما يريده الله سبحانه وتعالى منهم. فالواجب إغلاق المحل والمتجر والإقبال على الصلاة من حين يؤذن المؤذن، ويجب على رجال الحسبة أيضا أن يلزموا الناس بذلك ولا يتركوا أحدا يجلس في متجره أو في مكتبه أو في أعماله بعد الأذان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مما قرأت أن من ترك العمل من أجل الرياء فقد وقع في الرياء، هل هذا القول صحيح؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يترك العمل
خوفا على نفسه من الرياء، لأن ترك العمل شر وخسران، وأيضا هو من وسوسة الشيطان. يأتيه الشيطان ويقول له لا تقوم، لا تقوم في الليل، لا تصوم تطوعا، لا تذهب إلى صلاة الجماعة، لأنه يخشى عليك من الرياء، ثم يترك هذه الأعمال، وهذا ما يريده الشيطان. فالواجب على المسلم أو الذي ينبغي للمسلم ويليق به أن يحرص على الأعمال الصالحة ويستعيذ بالله من الرياء ويخلص النية لله عز وجل. ولهذا يقول بعض السلف، يقول بعض السلف: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء، والعافية أن يعافيك الله منهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف نون ميم طاء. يسأل أخونا جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: حجيت قبل سنتين، وعندما رميت جمرة العقبة رميتها من الجانب الآخر الذي علمت فيما بعد أنه لا يرمى منه، وأنا لا أعرف هل وقع الحصى في الحوض أم لا، لأن الحوض غير واضح لكثرة الحصى، فهل علي شيء الآن؟ الواجب في رمي الجمرات، جمرة العقبة وغيرها من الجمرات، الواجب أن يقع الحصى في الحوض من أي جهة رميتها، وليس لجمرة العقبة جهة مخصصة على الصحيح، بل كل الجهات، ولا سيما بعد إزالة الجبل كل الجهات يرمى منها، ولكن بشرط أن يقع الحصى في الحوض. فما دام أن الحصى وقع في الحوض فالرمي صحيح من أي جهة كانت، والحمد لله. أما إذا لم يقع الحصى في الحوض فإن هذا الرمي لا يجزي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجب على الحاج فدية لتركه واجب من واجبات الحج، وهو باستطاعته دفع مال الفدية، ولكن عدل عن الدفع إلى صيام 10 أيام لاحتياجه إلى المال في تجارته أو في زواجه، فهل يجوز ذلك أو لا؟ إذا وجبت على الإنسان فدية وليس عنده مال يفضل عن حاجته الضرورية فإنه يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. أما إذا كان معه مال فاضل عن حاجته الضرورية فإنه، وهذا المال يكفي لشراء الفدية، فإنه يجب عليه أن يشتري الفدية ويذبحها، لأنها هي الواجب الأصلي، والصيام إنما يكون بديلا عنها عند العجز، عند العجز عن قيمتها. ومن كان معه مال وهو يريد أن يتزوج فإن ثمن الفدية لا ينقص من هذا المال شيئا كثيرا يؤثر عليه، لا يؤثر. أيضا ثمن الفدية واجب ودين في ذمته، فيقدم أداء الدين الذي وجب عليه، يقدمه على مؤونة الزواج، والزواج يتأخر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا دين وجب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. ذكر التجارة أيضا شيخ صالح. التجارة من باب أولى. نعم. هذا موسر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن إذا ترك ثمن الفدية وعدل إلى الصيام وهو يريد أن يوفر للزواج أو للتجارة فعمله غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه قادر على الفدية. الله المستعان. وكما ذكرنا أن ثمن الفدية لا يؤثر على على مهر الزواج. نعم. من فعل ذلك شيخ صالح بما تنصحونه الآن؟ يذبح، ما يزال المجال باقيا. يشتري فدية ويذبحها في مكة ويوزعها على المساكين، لأنه ذكر أنها جبران. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجزئ الغسل في فجر يوم الجمعة عن غسل يوم الجمعة، ومتى أو متى يبدأ غسل يوم الجمعة؟ قبل الصلاة، الأفضل أن يكون غسل الجمعة قبل الصلاة، حينما يريد أن يذهب إلى الصلاة، هذا هو الأفضل. وإذا اغتسل في فجر الجمعة فإنه يكفي إن شاء الله، ولكن لو أعاده عند الذهاب يكون أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: عندما أقيمت صلاة الجمعة تقدمت بين الصفوف كلما وجدت فرجة حتى وصلت إلى صف يقع بين ساريتين، ولم أجد فرجة للتقدم بعد ذلك، وكذلك لم أجد فرجة في الصف الذي خلفي للصلاة فيه، فهل يجوز لي والحال ما ذكر الصلاة بين الساريتين، علما بأن المسجد مليء بالمصلين؟ لا بأس بذلك، إذا امتلأ المسجد واحتاجوا إلى الصف بين السواري جاز ذلك، لا حرج فيه. نعم.
أردت أن أجعل بعض الكتب التي عندي وقفا لله تعالى في أحد المساجد، ولكن قبل أن أذهب بها للمسجد أرادتها والدتي وقالت لي إني أريدها لنفسي، فلم أذهب بها للمسجد وعدلت عن جعلها وقفا بعد أن كتبت عليها بأنها وقف، فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت كتبت عليها أنها وقف للمسجد أو لغيره، كتبت عليها أنها وقف ناوياً ذلك، فإنها تكون وقفا، وإذا خصصتها للمسجد فإنها تتخصص وتتعين له، ولا يجوز لك أن تتراجع عن ذلك وأن تصرفها إلى غير المسجد. أما إذا نويتها وقفا عاما ولم تخصصها بمسجد، وإنما نويتها وقفا للمنتفعين من طلبة العلم، ووالدتك طالبة علم تحتاج إلى ذلك وتستفيد منه، فهي أولى بذلك، إلا إذا خصصتها بأنها وقف على فلان أو على طلبة العلم الفلانيين مخصصين، فإنها تتعين لمن خصصت له. إنما إذا وقفتها وقفا عاما على طلبة العلم ولم تخصص فردا ولا جماعة ولا مكانا، فلوالدتك الاستفادة منها إذا كانت ينطبق عليها الوصف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب علي تجديد الماء للمسح على الخف الثاني بعد مسح الخف الأول؟ نعم، إذا أخذت بللا ومسحت الرجل اليمنى مثلا ثم أردت أن تمسح اليسرى بنفس اليد التي مسحت بها الرجل اليمنى فإنك تجدد الماء. أما إذا بللت يديك ومسحت كل رجل بيد فهذا هو الأحسن. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توفي والدنا بعد أن أوقف جزءا من ماله، وعند وفاته طلب ثلث ماله ليكون وقفا على صدقات ومنافع للخير، وحينئذ اختلف الورثة، كيف نوفق بين الوقف وثلث التركة؟ جزاكم الله خيرا. لا منافاة بين الوقف وبين الثلث. إذا كان الوقف منجزا في الحياة فإنه مضى وخرج من ماله، والثلث إنما يكون في ماله حين الوفاة، في الباقي من ماله حين الوفاة، فينفذ أيضا ما دام أنه في حدود الثلث فأقل ولغير وارث فإنه ينفذ ولا يتعارض مع الوقف. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض، يقول: رجل قدم إلى مكة ليقضي بها العشر الأواخر من رمضان، هل له أن يفطر ويقصر الصلاة ويترك الرواتب أم كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان نوى أن يقيم بمكة أربعة أيام أكثر من أربعة أيام نعم، فليس له أن يقصر وليس له أن يفطر ولا يترك الرواتب، لأنه أصبح مقيما. الإقامة التي تزيد عن 4 أيام تقطع السفر وتجعل صاحبها في حكم المقيمين، ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر. أما إذا كان سيقيم في مكة أقل 4 أيام فأقل، فله أن يترخص برخص السفر، أو أقام إقامة لا يدري متى تنتهي لم يحددها، فإنه أيضا لا يزال مسافرا، له أن يترخص برخص السفر. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب ومرت آية سجدة وهو على غير طهارة، فهل يسجد أم كيف توجهونه؟ لا بأس أن يسجد، لا بأس أن يسجد، لأن الصحيح أن سجود التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة، وإنما هو عبادة مستقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة ويسجد من حضر معه، ولم يعلم أنه أمر الحاضرين بأن يتوضأوا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يجب سجود السهو، وهل هو قبل السلام أم بعده؟ إذا زاد في الصلاة يشرع سجود السهو، إذا زاد في الصلاة أو نقص سهوا أو شك فيها، شك في عدد الركعات أو شك في أداء واجب أو نحوه. المهم أنه يجب سجود السهو في 3 حالات، في 3 حالات. نعم، إذا زاد في الصلاة سهوا أو نقص من الصلاة
سهوا أو شك في الصلاة في الجملة بعد إتيانه بما نقص من الصلاة، إذا كان ترك ركعة أو أكثر أو ترك ركنا من ركعة فإنه كترك الركعة، يأتي بما نقص ثم يسجد للسهو. أما إذا كان ترك واجبا فإنه يجبره سجود السهو، إذا ترك واجبا سهوا فإنه يجبره سجود السهو. وكذلك إذا شك يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا سجود السهو لا يجبر الأركان شيخ صالح، بل يجب عليه أن يأتي بالركن. إذا ترك ركنا فإنه كمن ترك ركعة كاملة. نعم، يأتي بركعة. طيب، ويسجد للسهو. طيب، نعم، جزاكم الله خيرا. ماذا ورد في فضل حسن الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لأمته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية زميلي أحمد الغامدي مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.